مش هنكون محتاجين للرجال الكاولين لو الدنيا دفت، لو الناس عندها قدر من الفحم والطوب. وادي الطوبه الناس اتباعت 60 سنه او 60 سنه يا سيدي، سيب لهم الطوب اللي خدوه ده، دي تتباع 60 سنه. الحاجات اللي اتاكلت من الفرنه، كل المصريين كلوا من الفرنه. فهل يمكن لرجل ان يتحمل المسؤوليه ويقدرها انه ياكل من الفرنه؟ المصري محتاج الندل ومناحم بيجن وشوقي شامخ. الانسان يشعر انه عايش دور الندل. نغطي من المشير اقرب شيء لقلب احمد فشيق. وايه الهز اللي انا بقوله ده؟